ينضم الينا الان من موسكو الباحث في الشؤون الروسيه دكتور سعد خلف. دكتور سعد اهلا بك معنا. اخر المعلومات تتحدث عن وصول فريق الوكاله الدوليه للطاقه الذريه الى الاراضي الخاضعه للسيطره الروسيه، هو في طريقه الان الى محطه زاباروجيا. اهميه هذه الخطوه اليوم دكتور سعد ان يصل هذا الفريق الى هذه المحطه في ظل القلق الدولي حول سلامه وامن المفاعلات هناك. يعني هذه خطوة هامة للغاية إذا بالفعل وصل الفريق، لأنني قبل أن أخرج معك على الهواء مباشرة حسب المعلومات التي اطلعت عليها الفريق لم يصل بعد إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا، هو يقف على حاجز المناطق الآخر منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية، ولكن وصول الفريق معناه أنه سيكون هناك فرصة وفقا للتصور الروسي لهذا الفريق ليطلع على الوضع الأمني داخل هذه المحطة. بالطبع علينا أن ندرك أن فريق الخبراء الدوليين هم ليسوا عسكريين، هم لن يهتموا أو لن يكون من مهامهم أو مهام عملهم البت في من يقصف المحطة أو من أين يأتي القصف، هم سيكونون مهتمون بالمقام الأول بمراجعة الأوضاع الأمنية الخاصة بتأمين المحطة وبعمل المحطة بحد ذاتها. بالطبع الجانب الروسي ينظر إلى هذا إلى هذه الزيارة بأهمية شديدة، يقول أنه ينظر إلى قدوم هؤلاء الخبراء الخبراء الدوليين بالطبع برئاسة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي يطلعوا بشكل موضوعي على ما يحدث وعلى الاستفزاز الأوكراني المستمر منذ فترة طويلة بقصف هذه المحطة. اليوم أيضا اتهم الجانب الروسي الجانب الأوكراني بمحاولة إنزال فاشلة من مجموعات مكونة من 60 عنصرا تقريبا قام الجانب الروسي بتصفيتهم جميعا. الجانب الروسي يقول أو ينظر إلى هذه المسألة على أن هذه المحاولات الأوكرانية تمت اليوم بهدف السيطرة على المحطة نظرا لأن القوات الروسية الموجودة هناك فقط موجودة للتأمين. سيطرة القوات الأوكرانية عليها في ظل وجود البعثة الدولية ستحول دون محاولة القوات الروسية الدخول وتحرير المحطة من جديد. بالطبع الجانب الأوكراني حسب ما أفهم يقوم بهذه الأعمال لكي يحاول الحيلولة دون وصل شبكات الطاقة أو شبكات الكهرباء الروسية بالمحطة. هناك محاولات روسية في الفترة الأخيرة حسب ما قيل وحسب ما تصدر من تقارير بوصل شبكات إمداد الكهرباء الروسية بهذه المحطة لكي توجهها إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وبالمقام الأول كذلك إلى منطقة شبه جزيرة القرم. لذلك الجانب الأوكراني يحاول تبني هذه المحاولات للحيلولة دون هذا الإجراء الروسي. من جهة ثانية أيضا علينا أن نقول أن هذه المحاولات الأوكرانية قد تكون مبررة من ناحية أن أوكرانيا تنظر إلى التصريحات الروسية الأخيرة بإمكانية عقد استفتاء في هذه المناطق. دكتور سعد، موضوع كتحديد للسياسة ربما هذه المحطة عن الشبكة الأوكرانية وربطها وإيصالها بربما الروسية وللأراضي الخاضعة تحت السيطرة الروسية، هذا الموضوع متداول بكثرة دكتور سعد مؤخرا. في هذا الإطار هنا يطرح تساؤل أيضا بأنه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروس يتحدث وقال بأن الوكالة اليوم تدرس تأسيس وجود دائم في المحطة النووية، كيف ستنظر موسكو إلى هذه الخطوة في حال فعلا تحققت على أرض الواقع؟ يعني اعتقد ان موسكو ستنظر بتشكك لهذه الخطوه، لان موسكو يعني منذ البدايه تقول ان على الفريق بدايه ان يصل الى المحطه وان يطلع على الاوضاع هناك وان تتم الترتيبات في اطار تنسيق مشترك وليس في اطار ما تم تنسيقه ما بين المحطه وما بين الجانب الاوكراني. يعني كان على المحطه او كان على البعثه الدوليه وفق التصور الروسي ان تصل بدايه الى المحطه وان تقوم باجراء عمليات التفتيش المطلوبه وان ترفع تقريرها الى الامم المتحده وبعد ذلك تلتقي مع الجانب الأوكراني ثم تلتقي مع الممثلين الروس المهتمين بهذه أو المعنيين بهذا الشأن. لكن ما حدث أن الوفد الدولي وصل بداية إلى كييف والتقى بالرئيس زيلينسكي ودخل بعد ذلك أو يحاول بعد ذلك الدخول إلى المحطة. لذلك أعتقد أن قرار تأسيس بعثة دائمة لن يتم إلا بالموافقة الروسية، وأعتقد أن الجانب الروسي لن يوافق على هذا الإجراء. شكرا لك دكتور سعد خلف الباحث في الشؤون الروسية، كنت معنا من موسكو.